اهدي يا حبيبتي، قاعدة ازاي بس؟ هو انا ناقصة؟ يا حسنى ده اختبار من ربنا. كل اللي انت فيه ده عين وصابتك والله. اسألينا عن الحسد. ايه يا جماعة في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ المصايب نازلة ترف على دماغي. معلش كل حاجة هتتصلح ان شاء الله. المهم ما تقلقيش، انا المكتب عندي هيعمل لك كل حاجة. بالظبط كده، احسن حد هيعمل لك الحاجة مكتب رائف. لا متشكرة قوي قوي، انا اتصلت بعم ريم هيجيب معه عمال من البلد. عمال من البلد هيشتغلوا لك هنا؟ معقولة يا حسنة؟ هتجيبي عمال من البلد يشطبوا لك بيتك؟ انا هعمل شغل على قدي، وبصراحة بقى بقية الفلوس اللي معايا هحطها في القضية بتاعت ريم. يا ستي مش عايز منك فلوس. عشان خاطري يخلوني على راحتي وسيبوني في حالي بقى. خلاص يا جماعة بلاش تضغطوا عليه، سيبوها على راحتها. ازاي بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حسنى؟ خلاص خلاص يا راجل سيبيها براحتها، رغم ان انا والله ما كنت هاخد منها حاجة. انا عارفة يا رائف، كتر الف خيرك. كتر الف خيرك؟ لا ده انت النهاردة رخمة قوي. عشان خاطري يا جماعة ارجوكوا حسوا بيا، والله العظيم انا اعصابي تعبانة ومش قادرة. يا حبيبتي خلاص خلاص ما تزعليش، اعملي اللي يريحك. مش عارف، انا حاسس بحاجه غريبه قوي. تقصد حسنى طبعا؟ اه طبعا. هي بصراحه بقت بني ادمه تانية خالص بعد موضوع بنتها، وخدت جنب مننا كلنا فجاه كده. صحيح، بس هي على فكره مره فضفضت معايا وقالت لي يعني انها حاسه انه لما اي حد فينا بيجرى له اي حاجه هي بتقف جنبه، لكن لما حصلت لها المصيبه ما لقيتش حد يقف جنبها. على فكره ده مش حقيقي خالص، وبعدين هي طلبت مساعدة من مين وما ساعدهاش؟ اهي بقى لسه مقموصة لغاية دلوقتي. استنى بيني وبينك، حاسس ان في سبب تاني. سبب تاني زي ايه؟ معرفش يعني، بصراحة انا مش داخل عليا موضوع انها مش عارفة بنتها فين. تصدق انه انا كمان، بس هقول ايه، احنا برضو مش في مكانها ومش عارفين كنا ممكن نعمل ايه. ما تنساش برضو انها بنتها الوحيد، وانت عارف حسنى يعني ام مثاليه زياده عن اللزوم. انا عن نفسي ما حذرتها، قلت لها يا حسنى ما ينفعش التربيه اللي انت بتربيها لبنتك دي، ما تقفليش عليها، نتيجه ده مش هيبقى كويس خالص. والله انا قلت لها نفس الكلام يا رائف، بس مفيش فايده. المهم سيبك بقى من حسنى، طمني على أنكل عامل ايه، وانت وشغلك اخباركوا ايه؟ والله الحمد لله عم ثابت ابتدى يتحسن شويه. طب كويس الحمد لله. اما بقى موضوع شغلي، فانا بفكر ان انا اجي اشتغل عندك تمرجي. تمرجي ليه كده بعد الشر؟ بعد الشر ايه بس؟ ده انا البلاوي عماله تتحدف عليا من كل حته. هركز في شغلي، لا عارف اتابع مكتب الهندسه ولا مكتب المحاماه بتاع بابا. يلا ربنا يسترها. ربنا معاك. انت طبعا لو احتجت اي حاجه انا مش محتاجه افكرك، الباب قصاد الباب زي ما بيقول. ربنا يخليك ليا. يعني ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي يعني. وانتي عامله ايه؟ ها طمنيني عليكي. انا تمام يا رائف، عايشه. طيب يعني ترى عايشه؟ طبعا كلنا عايشين وقلبنا بيدق، بس يا ترى بقى قلبنا بيدق عشان نعيش ولا عشان خاطر نحب نعيش الدنيا بجد؟ على فكرة احنا وصلنا البيت. على فكرة احنا وصلنا بدري، على فكرة ممكن نقول من هناك تاني. باي باي. باي باي. Thank you.
يعني انت مش مهندس، لا عيلة ولا اهل ولا منصب ولا فلوس، وجاي تتقدم لبنت عز الدين نديم؟ انا مستغرب كلام حضرتك جدا، انت محسسني اني عاطل ومش متعلم، مع اني مهندس بترول في اكبر شركه في الشرق الاوسط، مرتبي بالدولار، وان شاء الله مستقبلها هيكون كبير. طيب يا استاذ ولا يا باشمهندس، يلا هيبقى ليك مستقبل كبير. انا بنتي مهرها غالي قوي، هتقدر عليه؟ بلاش دي، هتقدر تجيب لها فيلا زي اللي هي عايشه فيها دي؟ اقول لك بلاش دي كمان، هتقدر على الاقل تجيب لها بيت يليق ببنت عز الدين نديم؟ مفيش شاب في الدنيا دي يقدر يبدا مكان ما حضرتك ما انتهيت، واكيد وحضرتك في سني ما كنتش عايز الدين بيه نديم الملياردير، اكيد. هاي برافو عليك، كويس قوي انك عارف انت بتتكلم مع مين. اكيد طبعا عارف، بس لحد دلوقتي حضرتك لسه ما جاوبتنيش على سؤالي. هو انت متخيل انه ممكن في يوم من الايام تبقى عز الدين نديم؟ وايه المانع؟ بقول لك يا باشمهندس، احنا فاهمين بعض كويس، بلاش تلعب معايا الجيم ده. جيم ايه حضرتك؟ انا مش فاهم انت بتقصد ايه بالظبط. انت عارف ومتاكد كويس قوي انك طمعان فيا وفي بنتي. اللي مخلي حضرتك متاكد قوي كده اني طمعان فيك واني سايق للدرجه دي ليه؟ طب وبعدين بقى؟ هو احنا هنفضل طول الليل نتجادل كده؟ طلبك مرفوض يا باشمهندس. ده اخر كلام عند حضرتك. شرفت وانست. يا جماعه بعد اذنكم، عايزين فلوسنا نصابين يا حراميه. يا جماعه البلد فيها قانون، واللي عايز حقه ياخده بالقانون. موت يا حمار، موت يا حمار. انت عايز تاخد حقك بلطجه ولا ايه؟
هتمشي ولا اعمل لكم قضيه؟ ها يلا. والله حرام، ده ظلم ده. يلا ده ظلم. الف شكر يا حضره الضابط. لا يا فندم تحت امرك، ده شغلنا. شكرا ليك. يلا يا ابني. رائف راجيه، ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ ابدا، دول ناس تبع قضيه ريم جايين يتهجموا على الفيلا بتاعت حسني عشان عايزين فلوسهم. بس انا كلمت حسام، بعت لي هو من الاسم. خرابيط. طب حسني عامله ايه دلوقتي؟ الله يكون في عونها. تعالي نشوفها. بقوام كده يا باشمهندس، استسلمت؟ وانا زي القمر، زي بتقولك بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. ايه بقى عايز ايه تاني اكتر من كده؟ ريهان، انا ما اتخليتش عنك ولا عمري هتخلى عنك. بس اعمل ايه؟ ابوك طردني من البيت، اهان كرامتي، انا ما بحبش حد يدوس على كرامتي. ايوه يا نير، ما احنا كنا متوقعين ان بابا مش هيوافق بسهوله كده. يرفضني؟ اه، لو اهان كرامتي لا. هو انا ليه حاساك واخد الموضوع على صدرك قوي كده؟ عندك حق، انا شفتك وانا ماشي انت واقفه على السلم بتعيط وبتتفرج عليا. كنت بعيط عشان مش عايزه اخسرك. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا نير. وانا ما اقدرش اعيش من غير كرامتي. تقدر تعيش من غيري عادي؟ للاسف لا. بحبك. اعمل ايه؟ ما اقدرش اعيش من غيري. كنت هموت النهارده. شفت يا رائف؟ شفت يا راجيا؟ كانوا هيموتوني. اهدي يا حسنى، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. كل حاجه ان شاء الله هتبقى تمام. انا مرعوبه يرجعوا تاني. اهدي يا حسنى، وبعدين انت لما طلبتينا كنا عندك في 5 دقايق، ما حدش يقدر يقرب لك. معلش يا رائف، سوري يعني يا حسنى ان انا هقول الكلام ده، بس الناس دي بجد اتنصب عليها، والناس دي اكيد غلابه يعني، كل اللي دفعوه في المشروع كل اللي حلتهم. ايوه بس البلد فيها قانون مش سايبه. راجيا عندها حق، ولعلمك بقى أنا عذراهم ومسامحاهم. خص عليك يا ريم، خص عليك، ده احنا طول عمرنا عايشين كافيين خيرنا شرنا. طب صحيح ريم ما حاولتش تتصل بيكي؟ ولا عرف عنها أي حاجة، ولفتها على كل صحباتها برضو ما حدش يعرف أي حاجة. طب مش يمكن هربت مع اللي هربوا؟ أيوة، لو كانت هربت كانت على الأقل كلمت مامتها. ريم شكلها خلاص بعتني يا رأي. حسنى حرام عليكي، ما تظلميش البنت، انت ما تعرفيش ظروفها ايه. انا كل اللي عايز اعرفه بس انها بخير. ان شاء الله هتبقى بخير وكل حاجه هتبقى تمام. ربنا يطمنك عليها. معلش يا راجل، انا عارف ان الوقت مش مناسب، بس كنت عايز اطلب منك طلب. عينيا رائف. يعني كنت عايز حد كده، ممرض او ممرضه، عشان خاطر يراعي والدي، عشان الظروف اللي احنا فيها دي انا بصراحه مش عارفه ارعاها خالص. طبعا من عينيا، بس انا عندي شرط، وبتهيألي ان انت هتقدر الشرط ده. شرط ايه خير؟ اللي هيجي يقعد مع باباك لازم يبقى عارف هو مين، ولازم يبقى عارف انه تعرض قبل كده لمحاوله اغتيال، عشان نبقى امنا ويبقى هو كمان في الامان. تمام. بالعكس يا مدام حسني، ده الموضوع ده هيبقى مفيد لينا في حاجات كتيره قوي فيما بعد. ازاي بس يا استاذ فار؟ قصدي يا استاذ محمود، ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده واسمعي الكلام. انا بصراحه بقى مش فاهمه اي حاجه خالص. انا هفهم حضرتك كل حاجه، ركزي معايا. النهارده بالليل بعد 11 مساء العمال هيجوا ويخشوا ويشتغلوا في سريه تامه. حضرتك ترتاحي، هتقومي الصبح تلاقي كل شيء جاهز. أما بالنسبة للموضوع التاني ركزي معايا قوي قوي. حاضر.
طيب حاضر حاضر. في ايه؟ ليدينج؟ طب خلاص خلاص تعالي تعالي تعالي. البيبي شكله بيموت. لا لا بعد الشرطة بس. تعالي هنلحق نتكلم مع الدكتور دلوقتي. تعالي ارتاحي. تعالي ارتاحي. اقعدي اقعدي على السرير. ادخلي جوه. انا هكلم الدكتور دلوقتي. أنا عايزك تسمعني كويس قوي يا ثابت، بتعمل اللي أنا هقولك عليه. ثابت سعيد ما بيسمعش وينفذ يا عماد بيه. ثابت سعيد هو اللي بيخطط والناس هي اللي بتنفذ. ألف سلام عليها يا دكتورة. أنت رايحة فين؟ ما تسمينيش. أحسن أنا هجري حيل. ما تخافيش أنا معاك. وانت هتبقي زي الفل. خير يا دكتور طمني. هو لغاية دلوقتي كل حاجة تمام، بس مش هقدر اقول حاجة غير ما نطمن عليها. طب اتفضل يا دكتور. يا رب. اتفضل يا دكتور اتفضل. يعني اطمن يا دكتور؟ انا عايزك تطمني خلاص، مش عايزك تقلقي. ربنا يستر. ان شاء الله بسيطة. ميرسي قوي يا دكتور تعبتك معانا. اتفضل يا دكتور. حقيقي مش عارف اشكرك ازاي. ايه ده يا سيد الناس؟ انت ناويه سهرة صباحي ولا ايه؟ مش هينفع الكلام ده، انت دكتور العلاج الطبيعي جاي لك الصبح، لازم تخش تنام دلوقتي. يلا يلا طلعك. يا مش دي راجية خارجة مع واحد بالليل دلوقتي؟ ها؟ يعني لازم اطمن عليها يعني لو في حاجة مساعد يعني. مساء الخير. ازيك يا راجل؟ انا اسف اذا كنت اتصلت في وقت متاخر ولا حاجه. ابدا، انا لقيتك خارجه مع حد بالليل كده فقلت لو في حاجه يعني. هو في حاجه؟ لا اصل بيلي تعبانه شويه. طيب ما كلمتيش كاميليا ليه؟ قافله تليفونها. والدكتور قال لك ايه؟ قال لي شويه تلبك معوي. طيب طيب عموما ربنا يطمنك عليها. ولو في اي حاجه انا صاحي يعني سهران بكلميني. ميرسي. بس انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ايه تحب جديد؟ لو انت السابقه بحب قديم. رائف انا هقفل دلوقتي، لازم اروح اشوف بيل. يلا باي. الحمد لله اهو الدكتور طمنه. ازاي بس يا دكتوره؟ ده قال لي ان انا لازم اقعد في السرير 10 ايام. طب وايه المشكله؟ متواضي وارتاحي خالص. على فكره البليدنج اللي حصل ده بليدنج خفيف جدا، والحقنه الخاتيه دي حقنه تثبيت، هتاخدي زيها الاسبوع اللي جاي وخلاص. انا لو ابني كان حصل له حاجه انا ما كنتش هسامح نفسي ابدا. كلامك ده بيطمني ان انت مش هترجعي تتعاطي تاني يا مريهان. طول ما انت جنبي انا مش هعمل كده. يلا ننام بقى. طب يلا تصبحي على خير. رايحه فين؟ هرجع اوضتي بقى. لا لا اوضتك ايه، انت هتنامي هنا، انت ما تتحركيش خالص لمده 10 ايام من فضلك. يلا نامي هنا وبيلا هتنام في وسطينا. هنام هنا ازاي بس؟ زي الناس اهو زي ما احنا هننام دلوقتي. يلا.
باي على خير. ايوه ده على صدرك كده. تصبح على خير. ايه يا عم ثابت؟ بتبص لي ليه كده؟ انا عارف انت عايز تقول ايه. بص يا عم ثابت، راجية دي جارتنا من زمان وبيننا عشرة عمر، وهي دلوقتي لوحدها مش متجوزة، مفيش راجل جنبها، عشان كده يعني طبيعي ان انا اسأل عليها يعني ونطمن عليها. انت مش مصدقني ها؟ يعني حاول اول مرة اكذب عليك فيها، بس انا هقول لك الحقيقة، هكلمك بصراحة، انا مش عارفة انساها. حاولت بس مش عارفة انساها، مش عارف اعمل ايه، مش عارف. انا عارف اللي بيدور في دماغك واللي مزود قلقك وخوفك. هي دلوقتي مش متجوزة، وطبيعي يعني ده يولد الامل جوايا من تاني. ايه يا عم ثابت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ما انت معودني من صغري ان احنا اصحاب ولازم اقول لك كل حاجه، وانا ما بخبيش عليك حاجه. ابوس ايدك، بطل تفكير فيا، انت طول عمرك بتفكر فيا. فكر في نفسك، فكر ازاي تخف وتقف على رجليك. وانا من اول ما حصل الموضوع ده قلت لك انت قدها وهتقف على رجليك. بلاش نظرة الحزن والانكسار دي، مش بتاعتك، انت اقوى من كده. ابوس ايدك، ابوس ايدك، بلاش النظرة دي. صدقني أنا وعدتك إنك هتقف على رجليك وهتبقى أحسن من الأول، وبلاش نظرة الحزن والانكسار اللي في عينيك دي، أنا مش عايز أشوفها. أبوس إيدك. سيادة المستشار أقوى من كده مليون مرة، عشان خاطري ما تخزينيش، وأنا عمري ما أخزل. تصبح على خير يا سيدي.